السلام عليكم. وصلنا إلى نمبر تول، هي موديل فيرز اللي هي الأفعال الناقصة. ذكرنا سابقا قلنا هي معناها هي نوع من الأفعال المساعدة تعمل مع الأفعال الأخرى لتعطي معنى جديد للجملة، أو تأتي وين ما يكون موقعها، تأتي قبل الفعل. مثل عندي هنا كان سي، سي هو المين فيرب بالفعل الرئيسي، هي وين يكون موقعها؟ قبل الفعل الرئيسي. هذا كان هي من المودلز فيرب، هي من الأفعال الناقصة، وتأتي مع كل الضمائر، يعني الآي والذي والوي واليو، ويا كل الضمائر، وما تأتي بشكل تصريف ثالث باست بارتيسيبل. يعني مثل عندي الجو، تصريف مالتها التصريف الثالث مالتها كان، هي لا، هذه ما تتصرف، يعني ما بها تصريف ثالث. كل الأفعال الناقصة ما بها تصريف ثالث. من هذه الأفعال الناقصة قال إنها مودل فيربس اللي أفعال ناقصة آر، أوكزيلري فيربس هي أفعال مساعدة، لايك مثل كان، كود، مي، مايت، ول، ويد، شال، شود، ماست، أو تو. Examples: the doctor can see you now. يعني الدكتور يعني ممكن أن يراك الآن. كان هنا هو هذا الفعل الناقص مودل فيرب، اجى قبل السي قلنا الفعل الرئيسي. You must turn in your assignment. هنا تجيني انتبه ما تلفظ assignment اللي هي واجب، on the time يعني يعمل الواجب بالوقت. Number 3 عندي full or main verbs اللي هي الأفعال الرئيسية أو الكاملة أو التامة، هي احنا نسميها main verbs الأفعال الرئيسية. يعني شلون عندي هسه هذه الجملة هنا، أنا وين الفعل الرئيسي؟ سي هو الفعل الرئيسي، كان هي مودل فيربس هي فعل ناقص. A verb with is on meaning full verbs are all the other verbs in the English language. يعني الفعل هو إلى معنى إلى معناه الخاص. الأفعال الكاملة full verbs قلنا، أو الأفعال اللي هي main verb نفس المعنى، هي جميعها أفعال أخرى في اللغة الإنجليزية. ننتبه على هذه الجملة دائما تجي true or false، يعني لاحظت جاي بها يعني بغير جامعات بالامتحان اللغة الإنجليزية صح وخطأ. The auxiliary verbs can do can also be used as full verbs. يعني يقول الأفعال المساعدة ممكن أيضا أن نستخدمها كأفعال كاملة. صحيح، أي ممكن يعني يجي الفعل المساعد هو كفعل رئيسي بالجملة كمين فيرب، وهواية يعني أكو جمل يعني يجي كفعل رئيسي، يعني ما ويا فعل، يعني هو الفعل الرئيسي الوحيد بالجملة. فننتبه على هذه الملاحظة.